بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع درسنا في هذا اليوم هو الورثة بالأخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهما، وهو درس من دروس مادة الفرائض للأولى علوم شرعية. قبل الشروع في هذا الدرس لا بد من تمهيد. الأخ كما هو معلوم ثلاثة أقسام: أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. أخ شقيق يعني من الأبوين، من الأب ومن الأم، ثم أخ لأب، ثم أخ لأم. الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما يرثون بالتعصيب، يرثون بالتعصيب. أما الأخ لأم فيرث بالفرض ولا يرث ابنه أبدا، على خلاف ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ما ينبغي ضبطه والتركيز عليه في هذا الدرس أمور ثلاثة. الأمر الأول: دليل ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهما. الأمر الثاني: حظ كل وارث من هؤلاء الورثة. الأمر الثالث: حجب هؤلاء الورثة، من يحجبهم. فأما دليل ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب، فمن القرآن قوله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية تشير إلى أن الأخ إنما يرث عند انعدام الفروع، عند انعدام الفرع الوارث، وهو المشار إليه بقوله تعالى في الكلالة، والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، إذن بين نصيب الأخت وهو النصف، وحدد أو قرر أن الأخ يرث لكنه لم يحدد نصيبه، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يرثها بالتعصيب. أما الدليل الثاني من هذه الآية فهو قوله سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني سيكون هناك تفاضل بين الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ويرثون بالتعصيب. هذا من القرآن الكريم. أما من السنة فعن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قد يقول قائل إن الوارد في هذا الحديث هو لفظ العم. العم بالنسبة في هذا الحديث عم البنات، ولكن بالنظر إلى الميت هو أخ الميت، هو أخ للميت. إذن
هذا الحديث قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن للبنت أو للبنتين الثلثين ولأمهما يعني زوجة الميت الثمن وللأخ التعصيب فما بقي فهو لك. الدليل الثالث الدال على ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأب هو قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن تلحق الفروض بأصحابها، من له الثلث يعطى الثلث، من له الثمن يعطى الثمن، من له النصف يعطى النصف، ما تبقى يعطى للورثة بالتعصيب باعتبار القرب فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، والإخوة الأشقاء أو لأب من الورثة بالتعصيب. إذن من أجل مزيد من البيان ورد قوله سبحانه وتعالى في الآية يستفتونك، يعني يسألونك، الاستفتاء طلب الفتوى، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن الله تعالى هو الذي تولى الجواب، والكلالة من لا والد له ولا ولد، يقضي الله في ذلك أن يحكم به في القرآن الكريم، وقد أنزل في ذلك آيات بينات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنزل قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وما بقي فهو لك، أي بالتعصيب. ما أحوال الأخ الشقيق؟ الأخ الشقيق كما ذكرنا يرث بالتعصيب، إذن له على الإجمال حالة واحدة وهي التعصيب، لكن إذا أردنا أن نفصل قسمنا هذه الحالة إلى ثلاث حالات أو ثلاثة أحوال. الحالة الأولى المال، أن يرث المال كله تعصيبا أو الفاضل عن أصحاب الفروض، يعني ما تبقى عن أصحاب الفروض إذا انفرد. الحالة الثانية أن يرث المال كله تعصيبا على السواء أو الفاضل عن أصحاب الفروض عند التعدد، يعني عند وجوده مع إخوة أشقاء آخرين. الحالة الثالثة أن يرث المال كله على التفاضل أو الفاضل عن أصحاب الفروض عند وجود أخته معه، يعني أخ شقيق مع أخت شقيقة أو أكثر. والحالة الرابعة وهي حالة شاذة وهي حالة المشتركة، وهذه المسألة إنما تدرس في السنة الثانية بكالوريا. إذا ننتقل إلى الجانب التطبيقي وهو الجانب الأهم. هذه حالة يرث فيها الأخ الشقيق المال كله تعصيبا أو الفاضل عن أصحاب الفروض إذا انفرد. مثال أخ شقيق يرث بالتعصيب، أصل المسألة هو عدد الورثة بالتعصيب وهو واحد، واحد من واحد يعني كل المال. إذن لو فرضنا أن شخصا مات وترك أخا شقيقا فقط، فالأخ الشقيق سيرث المال كله. حالة ثانية يرث فيها الأخ الشقيق الفاضل عن أصحاب الفروض، أخ شقيق التعصيب، الأم السدس، لوجود البنتين، والزوجة الثمن لوجود البنتين أي الفرع الوارث، والبنتان الثلثان أي بسبب التعدد. إذن 6 8 3 هذه هي المقامات. المضاعف المشترك الأصغر هو 24، 24 على 6 4، 24 على 8 3، 24 على 3 8، في 2 16، 16 بالإضافة إلى 24 بالإضافة إلى 3 23، إذن كم بقي من 24؟ بقي 1 وهو حظ الأخ الشقيق. إذن ورث ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضه. الحالة الثانية أن يرث المال كله تعصيبا على السواء، يعني مع إخوته الذكور، أو الفاضل عن أصحاب الفروض عند التعدد، أي عند تعدد الذكور، أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق، يعني 3 من الإخوة الأشقاء. أصل المسألة بعدد الإخوة الأشقاء الذكور من 3،
ولكل واحد من الإخوة سهم 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 والمجموع ثلاثة أسهم. المثال الثاني الفاضل عن أصحاب الفروض عند التعدد، أخ شقيق ثم أخ شقيق وزوج وجدة، للأخ الشقيق التعصيب وللثاني كذلك التعصيب، الزوج له النصف لانعدام الفرع الوارث، الجدة لها السدس ولها حالة واحدة. إذن المقام الأول اثنان والمقام الثاني ستة، أصل المسألة أو أصل الفريضة هو ستة وهو المضاعف المشترك الأصغر بين اثنين وستة. ستة على اثنين ثلاثة، ستة على ستة واحد، المجموع أربعة والباقي اثنان. سهم لكل أخ، سهم لكل أخ. الحالة الثالثة أن يرث الأخ الشقيق المال كله على التفاضل أو الفاضل عن أصحاب الفروض عند وجود أخته معه، يعني الآن وجود الذكور والإناث من الإخوة الأشقاء، أخ شقيق ثم أخت شقيقة ثم أخت شقيقة. عند وجود الذكور والإناث من العصبة يكون أصل الفريضة هو عدد الذكور في اثنين بالإضافة إلى عدد الإناث، إذن واحد في اثنين اثنان ثم واحد للأخت الشقيقة، إذن المجموع هو ثلاثة، سهمان للأخ الشقيق وسهم واحد للأخت الشقيقة عملا بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية أخ شقيق أختان شقيقتان، إذن أخ شقيق باثنين وأختان شقيقتان كذلك اثنان، إذن المجموع أربعة، أربعة سهمان للأخ الشقيق وسهمان للأختين، يعني الأخ الشقيق له سهم والأخت الشقيقة، الأخ الشقيق له سهمان، الأخت الشقيقة لها سهم والأخت الشقيقة الثانية لها سهم. هذا مثال ثاني، يرث الأخ الشقيق الفاضل عن أصحاب الفروض مع التفاضل عند وجود أخته معه، أخ شقيق أخت شقيقة وزوجة، الزوجة لها الربع لانعدام الفرع الوارث، إذن أصل المسألة من هذا المقام، أربعة على أربعة واحد، كم بقي من أربعة؟ ثلاثة، سهمان للأخ الشقيق وسهم واحد للأخت الشقيقة عملا بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثا حجب الأخ الشقيق، من يحجب الأخ الشقيق؟ يحجب الأخ الشقيق ثلاثة من الورثة وهم الابن، ابن الابن وإن نزل والأب، ثلاثة فقط لا يحجبه غير هؤلاء، وقد يحجب بالفرد المستغرق مثل مسألة زوج أم بنتان أخ شقيق، يعني هو له الحق في الإرث هنا لكن لا يبقى له شيء لأن أصحاب الفروض يستغرقون الفروض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، يعني إن بقي شيء فهو لأولى رجل ذكر ولم يبقى له شيء. ويحجب كذلك بالجد في مسألة تسمى شبه المالكية وهي من الشواذ الست، نبهنا عليها ستدرس في السنة المقبلة إن شاء الله تعالى. إذن هذا مثال لحجب الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بأحد الورثة الثلاثة، أخ شقيق أو أخت شقيقة، ابن ابن، زوج جدة، الأخ الشقيق أو أخت الشقيقة محجوب أو محجوبة بابن الابن الذي هو الفرع الوارث، ابن الابن له حالة واحدة وهي التعصيب، الزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو ابن الابن، والجدة لها حالة واحدة وهي السدس. إذا المقام أربعة والمقام ستة، المضاعف المشترك أصغر بين أربعة وستة 12، 12 على أربعة 3، 12 على ستة 2، المجموع خمسة والباقي سبعة لابن الابن ولا حظ للأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بسبب وجود ابن الابن. هذا مثال ثاني لحجب الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بأحد الورثة الثلاثة، أخ شقيق أب زوجة أم، الأخ الشقيق محجوب بالأب والأب له التعصيب والزوجة لها الربع لانعدام الفرع الوارث والأم لها الثلث لانعدام الفرع الوارث من جهة ولعدم تعدد الإخوة، إذن أربعة مع ثلاثة،
المضاعف المشترك الأصغر 12، 12 على 4 3، 12 على 3 4، إذا أضفنا 3 إلى 4 كان المجموع 7، والباقي 5 وهو حظ الأب بالتعصيب. الآن حجب الأخ أو الأخت الشقيقة بالفرض المستغرق، في هذه الحالة لا يحجبه أحد من الورثة، وإنما يحجب بسبب استغراق أصحاب الفروض التركة، يعني نظريا له الحق في الإرث، لكن بعد العمل وبعد الحساب لا يبقى له شيء. الزوج له الربع لوجود البنتين أي الفرع الوارث، البنتان الثلثان بسبب التعدد، والأم السدس لوجود الفرع الوارث. إذا المقام 4 3 6، مضاعف المشترك الأصغر بين 4 و 3 و 6 12، 12 على 4 3، 12 على 3 4، في 2 لا بد أن نتنبه لهذا، لا بد من ضربه في 2، 12 على 3 4 في 2 8، 12 على 6 2، إذن 2 بالإضافة إلى 8 10، بالإضافة إلى 3 13، إذن الفروض استغرقوا التركة ولم يبق شيء للأخ الشقيق، فقد حجب باستغراق أصحاب الفروض التركة. ميراث الأخ لأب، أحواله هي أحوال الأخ الشقيق بالإضافة إلى حالة رابعة وهي ما فضل عن الأخت الشقيقة في سورة المعدة، جد أخت شقيقة أخ لأب. إذن الجد الأفضل له في هذه الحالة هو المقاسمة، الأخت الشقيقة كذلك بالتعصيب وتعد الأخ لأب لكي تنقص من حظ الجد، ولذلك سيكون أصل المسألة 5 بعدد الذكور في 2 بالإضافة إلى الأنثى 5، سهمان للجد وسهمان للأخ لأب وسهم واحد للأخت الشقيقة. لكن الأخت الشقيقة حينما تكون عاصبة تحجب الأخ لأب، فكأنها تفضلت على الأخ لأب وورثته، الآن تقول له أنا سأخذ إلى حد النصف، إلى حد النصف من أصل الفريضة، لأن كون الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب كونها في هذه الحالة يمكن أن تحجب الأخ الشقيق، إذن تأخذ إلى حد النصف من 5 فيكون لها 2.5، والجد له 2، وما بقي ما بقي للأخ لأب. ننظر فنجد العدد بالفاصلة نحتاج إلى تصحيحه فنضربه في 2، الجد كان له 2 نضربه في 2 سيصير العدد 4، الأخت الشقيقة كان لها 2.5 صار العدد 5، والأخ لأب كان له نصف فصار العدد 1، إذا أضفنا 1 إلى 4 5، بالإضافة إلى 5 المجموع 10. الآن حجب الأخ لأب، الأخ لأب يحجبه 5 من الورثة وهم الابن، ابن الابن، الأب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إن وجدت مع البنت أو بنت الابن. هنا لا بد من التنبؤ لهذا، الأخت الشقيقة لا تحجب الأخ لأب، لكن إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن تصير وكأنها أخ شقيق، وقد علمنا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وقد يحجب كذلك بالجد في مسألة المالكية، وهي من الشواذ الست التي ستدرس في السنة المقبلة إن شاء الله تعالى. إذن هذا مثال لحجب الأخ أو الأخت الشقيقة بالفرض المستغرق. الأخ الشقيق طبعا نصيبه هو التعصيب، والزوجة الربع لوجود البنتين لوجود الفرع الوارث، والبنتان الثلثان للتعدد وانعدام المعصب، والأم السدس لوجود الفرع الوارث. المقام 4 3 6، المضاعف المشترك الأصغر بين 4 و 3 أو 6 هو العدد 12، 12 على 4 3، 12 على 3 4 في 2 8، 12 على 6 2، إذا أضفنا 2 إلى 8 كان العدد 10، بالإضافة إلى 3 13، فلم يبق شيء للأخ الشقيق، إذن حجب بسبب استغراق أصحاب الفروض فروضهم. ميراث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب،
الحالة الأولى أن يرث المال كله تعصيبا أو الفاضل عن أصحاب الفروض إذا انفرد. يعني لو فرضنا أن شخصا ترك ابن أخ شقيق، إذا كان لوحده أخذ كل المال، طبعا إذا لم يوجد من يحجبه، وإذا كان مع أخيه الذكر اقتسما بالتساوي، وإذا كان مع أصحاب الفروض أخذ ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. المال الحالة الثانية المال كله تعصيبا على السواء أو الفاضل عن أصحاب الفروض عند التعدد كما سبقت الإشارة. حجب ابن الأخ الشقيق، يحجب ابن الأخ الشقيق الابن، ابن الابن وإن سفل وإن نزل، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، والفرد المستغرق. إذن تأملوا، الجد لا يحجب الإخوة ولكن هنا يحجب أبناء الإخوة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه إليه أن الأخت لأب لا تحجب ابن الأخ لأب، الأخت لأب لا تحجب ابن الأخ لأب، لكن إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن تصير وكأنها أخ لأب، وقد تقرر أن الأخ لأب أولى وأحق بالميراث من ابن الأخ لأب. إذن ترتيب الإخوة وأبنائهم باعتبار القرب من الهالك، الأخ الشقيق في المرتبة الأولى، ثم بعده الأخ لأب، ثم بعده ابن الأخ الشقيق، ثم بعده ابن الأخ لأب، وترتيب منطقي لا يمكن أن يناقش. لو اجتمع هؤلاء فإن الذي يرث هو الأخ الشقيق فقط. لو فرضنا أن هؤلاء اجتمعوا جميعا فإن الذي يرث هو الأخ الشقيق فقط، لأنه الأقرب، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وهو الأولى. هذا مثال لتأكيد ما تقرر. أخ شقيق، الأخ الشقيق يرث بالتعصيب، والأخ لأب في الأصل يرث كذلك بالتعصيب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. الذي يرث هو الأخ الشقيق، أصل المسألة من واحد ويأخذ كل المال، ولا يبقى لهؤلاء الإخوة شيء لأنه أولى وأحق وأقرب إلى الهالك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.